نابي نقول هارد لك للنشامة. معي شادي أبو هشش لاعب منتخب الأردن، نتكلم معاه أكثر عن المباراة. نقول لكم هارد لك اليوم، يمكن ما كان يوم العرب بشكل عام كذا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قدر الله ما شاء فعل. يعني احنا كنا نتمنى احنا والنابي اليوم ان شاء الله نكمل يعني تتويجنا للإنجاز اللي عملناه، وصلنا دور ربع نهائي ونكمل لنص النهائي، لكن ربنا ما أراد. يعني لعبنا مباراة قوية، يعني كان فريق الأوزبكستاني فريق كويس، فريق يعني بيلعب طريقة كثير حلوة وحديثة، لكن احنا زي ما شفت عندنا غيابات، عندنا حرمانات صارت يمكن أدت لجوز شوية يعني ضعف الفريق. 4 دقائق سجل فينا هدفين يعني بغفلة، لكن الحمد لله رب العالمين يعني استطعنا نرجع للمباراة ونسجل هدف واجانا فرص، لكن يعني جوز احنا راضيين. أسباب انهيار المنتخب الأردني يعني في 5 دقائق، ولأول مرة في أقل من 5 دقائق نشوف المنتخب الأردني يتلقى هدفين. والله هو مش انهيار بصراحة، يعني مش انهيار يعني، لكن جزء سهينا شوي يعني. جزء بتعرف كرة القدم عبارة عن أغلاط، يمكن الفول اللي أجا فينا احتمال شكوك إنه أوفسايد. جزء احنا لعبنا خط واحد وجهة الكرة، الهدف الثاني أجا جزء خلال دقيقتين وراء، جزء أربكنا شوي، لكن الحمد لله قدرنا نرجع نسجل هدف وجانا فرص والله ما أراد. يعني نحكي الحمد لله. كيف تقيم مسيرة المنتخب الأردني في هذه البطولة في ثاني مشاركة فقط؟ والله احنا راضين، يعني نزل علينا سمو الأمير بعد المباراة، يعني بصراحة هو اللي خفف علينا كثير، يعني قالنا أنا راضي جدا عن المنتخب وشرفتونا وكان أداءكم كثير مشرف. يمكن هذا الحكي بنعتز وبنفتخر فيه انه سمو الامير يعني متابعنا لحظه بلحظه، ويعني رضا عنا يعني كان شيء كثير كويس لنا. احنا راضيين عن انفسنا، بنعتذر عن الجمهور للجمهور هذا الكبير اللي آزرنا، بنعتذر كثير منه اللي ما قدرنا نفرحه اليوم، لكن ان شاء الله بنوعدهم بالمرات القادمه بنقدم مستويات احسن من هيك ان شاء الله. كل التوفيق للجميع، يعطيك العافيه كابتن شادي. خالد تقريبا هذا اللي عندنا الحين. بصراحه شفنا لفته جميله جدا، وهي يعني الترحيب الحار اللي قام به الجمهور الأردني للاعبين المنتخب الأردن. حاول ناخذ